اقضي وقت كتير كتير حلو. انا مبسوطه ان انتوا كلكم جايين عشان تستمتعوا. هننط ونهيص ونسقف ونصوت ونعمل كل الحاجات الحلوه. فانا عايزاكم بالسبيريت ده بهيدي الانرجي. لازم ارجع قالوا عنك انك دايما بتهدفي للاثاره بكل تصرفاتك. تعليقك ايه على هيدا هيدا الفيديو؟ عموما هيدا الفيديو فيديو كتير بحبه لانه كان بعدني مخلفه بقالي شهر ونص، وكنت طبعا ما عملتش حفلات الصيف وما كنتش موجوده في مصر، كنت موجوده في بيروت. وطلب مني مدير اعمالي انه عشان يعني اقفل موسم الصيف اني اقدم كونسرت عمرو دياب. فكنت سعيده ان انا خسيت بسرعه. وطبعا حضرتك ام بتعرف ان احنا بنعمل جهد كتير كبير لنرجع بسرعه لحجمنا او خسرنا الطبيعي. فكنت لابسه شورت تحت التنوره هيدي، كنت لابسه جزمه حلوه كتير بس استخسرت فيها التراب اللي في الساحل على الارض. فطلعت وبعدين قمت قلعتها لانه رجليها بقت كلها تراب ولبست يعني حاجه كتير زحف. كنت مبسوطه وسعيده وبطير وحاسه نفسي عرفت فراشه وخفيفه. فطارت شوية تنورة بس هو أنا يعني التعليق. تعليقي أنا يمكن لأنه بحب هيك ألعب مع الجمهور إنه أخسى عليك يا هوا حزعل منك. عارفة إن سما المصري نشرت صورة وفيديو ليكي وقالت ما هو أهي رزان مغربي بتلبس من غير هدوم، ما بتهاجموني ليه؟ أنا ما بعرف إيه رأيك؟ عملت طبعا يعني أنا ما بلبسش من غير هدوم. هو والدليل اليوم انا تبعت البرنامج سمارت جدا على فكره. لا حسي انا تبعت البرنامج والناس جوه زعلانه على فكره، كانوا منتظرين بقى والله لا هيشوفوا رزان بقى يعني. لا انا بتعرفي شو بحس بس انت قمر في كل الاحوال. بشكرك وانت اليوم يعني طالعه قمر والموف طالع عليكي حلو كتير. بتعرفي انا بحس الجاذبيه، جاذبيه الروح عمرها كانت ما كانت بالشكل. نحن مرات بنفهم الامور غلط بس ما انه بس انا روحي بحب تكون جذابه اكتر. بس هل ده مش بتكوني انت بتقصدي انك تعملي ده او تعملي استفزاز بلبسك علشان تثيري الناس فانه الناس تتكلم عنك فده يكون جزء من الابهار؟ لا لا بحب البس حلو، بحب البس شيء جذاب يعني ما بدي اقول اللفظ بالانجليزي بس بحب البس بطريقه سكسي بس منطقيه ويكون في برضه يعني ما تنكريش انه يشد. فممكن دي تكون يشد انه يكون تريندي يكون فاشنبل يكون يعني انا اليوم عامله لبس وانتي قلتيها نفس الشيء جذاب سكسي يعني بتحب تلبسي سكسي يعني بس ضمن يعني في حدود بعد يعني هي شعره ممكن تلبسي كثير صراحه فولجار وسوري محل اللي هو العري اللي بيقولوا عليه اللي الفاحش يعني بالظبط بتلاقي اللي هو ولحم رخيص في تدني يعني ايوه يعني لحم في كل الاماكن يعني انت عريك كلاسي. انا مش عريك في شيء من الحياء مثلا ولا شيك. بلاش بعمل في بساطه ورقي يعني ايه بحسه بالبقله لانه انا ما عندي كتير يعني الكيرفز الغير شكل والورك اللي جاي من هنا هناك فجسمك حلو فيشفع انك تلبسي ايه ببين صغير ببين يعني طيب فرنسي ايه رايك يعني. نبدا اول فقره اسمها قالوا عنك. قالوا عنك رزان جاهزه؟ يلا بينا نشوف مع بعض اول فيديو. اوكي اول فيديو.